السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم سيكون خفيف جدا لأننا تحدثنا كل الأمور المتعلقة بالفيوتشرز في الدروس السابقة. فكما تعلمون الآن الدالة get data واضحة جدا لكم، الذي تقوم به get data ترجع لنا data من API وترجع لنا على حسب الID الذي نعطيه له. فإذا قلت له هنا get data وأعطيه الID 1، فمن المفترض أنه سيرجع لي القيمة الموجودة أو التايتل الموجود في فرع واحد، ولكن لا أنسى كلمة await. طبعا كلمة await هي الشيء المهم، وهي سترجع لنا قيمة string، بالتالي سنقوم بوضعها داخل دالة print بهذا الشكل. أقوم بعمل control F5 وننتظر قليلا، سيظهر لنا العنوان الموجود في الجد داتا واحد او في البوست رقم واحد على حسب هذا الاي بي اي. الان لو كانت لدينا العديد والعديد من الفيتشرز التي نقوم باستدعائها، بحالتنا سنفترض انها كلها من نوع جد داتا، ونريد انها يعني تقوم بارجاع القيمه حالما تنتهي. فبالطريقه الحاليه والتي نراها حاليا الان، والتي هي بهذا الشكل، دعوني اقوم مثلا 1 2 3 4. فبهذه الطريقة سيقوم كما ترون الآن، سيظهر لنا الID الخاص بكل عملية. فيجب أن تنتهي العملية رقم 1 لكي يذهب إلى 2، ثم 2 إلى 3، ثم 3 إلى 4. بهذه الطريقة عندما نقوم بجعلها await بهذا الشكل، فترقيم أو يعني زمن تنفيذ العملية مهم جدا، أو ترتيب العمليات مهم. لكن ماذا إذا لم يكن الترتيب مهما لنا، فنحن فقط نحاول أن نقوم بجلب بيانات عندما تكون جاهزة، فقط قم بإعطائها لي. فالحل هو باستخدام كلمة feature.wait والتي ستعطيها قائمة من الفيتشرز. فدعونا نمرر لها قائمة من الفيتشرز، والتي ستكون هي فقط دوال get data، وسنعطيها الID. فهذه 1 2 3 4، مثلا سأجعلها 2 1 3 4 و5، Ctrl S. الآن ما الذي تتوقعون أن يحدث؟ فدعونا ننتظر، لن يحدث أي شيء، لأن Future Await ستقوم بتنفيذ هذه الدوال هنا واحدة بواحدة. فإذا أردنا أن نرى نتيجة عملية أو شيء في الكونسول، فكل ما سأقوم بعمله هو طباعة تلك النتيجة. هكذا سأقوم بطباعة هذه النتيجة هنا، Ctrl F5، وسيعطينا النتيجة التي نبحث عنها. فسترون شيئا مفاجئ قليلا، وهو ترتيب العمليات لم يعد مهم. فلقد قام بتشغيل الرقم 4، ثم الرقم 2، ثم الرقم 1، ثم الرقم 3. لكن لو تلاحظون قام بها بشكل أسرع قليلا، يعني لا يوجد فرق عملي في السرعة في هذه الحالة. لكن إذا أردنا أن نحصل على البيانات في أقرب وقت ممكن، عندما يكون لدينا العديد من البيانات، فهذه أفضل طريقة. لا نحتاج إلى أن ننتظر العنصر الأول ينتهي لكي نذهب إلى الثاني، ثم الثاني إلى الثالث. نقول له فقط feature wait، وسيعطينا جميع العناصر، يعني سيقوم بتشغيلها، هو يقوم بتشغيلها بترتيب زمني مثل ما نعطيها له. لكن عندما تنتهي أول واحدة منهم، سيقوم بإرجاع لنا القيمة الخاصة بها. فإذا أردنا معرفة النتيجة، كما ترون سيرجع لنا list. هذه list يمكننا أيضا أن نقوم بعمل print لها. يقول لي هناك مشكلة، أظن أن لم نحدد نوع، دعوني أتأكد. dot then سيقبل لنا قائمة list، والتي سأقوم بطباعتها هنا list. سأقوم بتعليق هذا السطر فقط لكي لا يعيقنا في عملية التنقيح. الآن سننتظر. كما ترون قام بطباعة كل هذه القائمة. لماذا تظهر لنا بهذا الشكل؟ لأنه قام بطباعة القائمة وليس كل عنصر على حدة. فلو أردنا طباعة كل عنصر على حدة، سأقول له فقط for each item مثلا print، لا يهمنا يعني ترتيب. هكذا الكود بشكل بسيط، لكن سيقوم بطباعة كل سطر في أو كل عنصر في سطر محدد. هذا ما كان مفترض أن يقوم به. يا
تعالوا نجرب من جديد. كنترول F5. كما ترون انتظر إلى انتهت جميعها ثم قام بتبعتها لنا بالترتيب. يعني عندما نقول له الذان قام بإعطائها لنا بترتيب 1 2 3 4 إلى 5. يعني لا مشكلة، هذه هي الطريقة التي نعرفها جميعا والتي هي اعتدنا عليها. لكن كما قلت لكم من جديد، إذا كنتم لا تهتمون بالترتيب فقط قموا بوضعها بهذه الطريقة، قموا بعمل ويت لجميع العناصر الموجودة لديكم، ويمكنني إضافة مجموعة من المعلومات البسيطة حول الأمر، مثلا features.value، أو دعونا نقوم بشيء أفضل قليلا، مثلا delayed. سأقوم بعمل واحدة تنتهي بعد 1 ملي سكند، بمعنى بعد فترة قصيرة جدا، وتقوم بتباعة الشيء التالي. عندما تنتهي ستقوم بتباعة مثلا print delayed function بهذا الشكل، هكذا control F5. وسنرى ما الذي سيحدث. delayed function تم تنفيذها هي الأولى. لماذا تنفيذها هي تم تنفيذها هي الأولى؟ لأنها أول واحدة انتهت، مدتها استغرق 1 ملي ثانية، فبالتالي تم تنفيذها والانتقال إلى الأخريات مثلا 1 4 2 3 5. وبهذا الشكل ننتهي من دروس الفيتشر API. أتمنى أن تكون كلها كانت واضحة لكم، يمكنكم يعني استكشافها. يوجد لديكم العديد من الأدوات الأخرى، مثلا features.feature.any، ولديكم مثلا feature for each، ولديكم مثلا do while على ما أظن، نعم اسمها do while، تعطيها شرط لكي تقوم بالتنفيذ. لكن هذه أكثر واحدة يعني لديها أهمية أو تستخدم في الحياة الواقعية في البرامج الواقعية، والتي هي feature wait. فأتمنى أن يكون أعجبكم الدرس، ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله.